الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الورى وباسط الثرى وخالق ما يرى وما لا يرى. سفه من أنكره وضل من ألحد به وعمي من حاد عن دلائله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أدلة الحق وألسنة الصدق. أوصيكم عباد الله تعالى، وقبل ذلك أوصي نفسي بتقوى الله تعالى والتمسك بحبله المتين وعروته الوثقى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع عن الحق ونصرته، وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله، ونصرة الحق وإعزازه، وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف. فإنها منهاج عبادتكم وصلاح أمركم وفلاح خاتمتكم. أيها الأخوة الأعزاء والأخوات الكريمات، سلام عليكم جميعا من رب رحيم غفور ورحمة منه وبركات. في هذا اليوم يصادف ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد الذي اشتهر وعرف بهذه الكنية. وبهذه المناسبة نعزيكم، نعزي الأمة الإسلامية جمعاء، ونعزي مراجع الدين العظام والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة العليمة. جواد الأئمة عرف بهذه التسمية. ما هو السبب في هذه التسمية؟ وهل أن ذلك يعني أن الإمام محمد بن علي الرضا عليه السلام قد تميز بهذه الصفة، صفة الجواد، دون غيره من بقية الأئمة وعرف بها دون غيرهم؟ كلا، ليس الأمر كذلك. فجميع الأئمة مصدر جود وعطاء للإسلام والمسلمين. أيها الأخوة والأخوات، تعالوا لنعرف ما هو السبب في هذه التسمية، ولماذا شاع عند الأسر العلوية الكريمة وعند المسلمين هذه التسمية. ونبتدئ بها منذ صغر عمر الإمام وقبل أن يتسلم مهام الإمامة. الإمام الجواد عليه السلام حينما كان صغيراً وجيء به إلى الإمام الرضا عليه السلام أمام أصحابه فقال هذه المقولة: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. ما هو الوجه هنا في عظم البركة للإمام الجواد عليه السلام؟ أيها الأخوة والأخوات، نحن حينما نلاحظ خصوصية في الإمام الجواد، وهو أنه على صغر من العمر تولى مهام الإمامة، قرابة كان عمره قرابة 8 سنين وتولى مهام الإمامة. في عصره تميز بكثرة الشبهات العقائدية والكلامية التي كانت تهدد الإسلام. في عصره تميز بكثرة الفرق المنحرفة في داخل مذهب أهل البيت وفي خارج مذهب أهل البيت، التي كانت تهدد الكيان الفكري والعقائدي والتربوي للإسلام. وفي نفس الوقت كثرة الابتلاءات. الإمام عليه السلام استطاع أن يتصدى لهذا الانحراف والفساد الفكري وفي المجالات التربوية، واستطاع أن يصون الإسلام والكيان الإسلامي من خطر هذه الشبهات والفرق التي كانت منحرفة. عطاؤه، تفت
أيها الأخوة والأخوات، قد البعض يتصور أن صفة الجواد تأتي من صفة الجود والكرم المادي فقط. ليس الأمر كذلك. لا نحصر أفق تفكيرنا في هذا المجال الضيق. كان عطاء الإمام في المجالات الأساسية في الحياة الإسلامية، في المجال الفكري والعقائدي والتربوي، حينما يتصدى الإمام ويحفظ الإسلام من هذه الشبهات والانحرافات ويصون المسلمين من هذه الفرق المنحرفة، هذا عطاء فكري، عطاء أخلاقي تربوي، يحفظ الأمة الإسلامية ويحفظ الكيان الإسلامي، إضافة إلى العطاء المالي المتعارف. مع صغر عمري، لاحظوا إخواني، إمام في هذا العمر 8 سنين ويتصدى هذا التصدي الخطير، كثرة ابتلاءات، كثرة فرق منحرفة، يستطيع مع صغر عمره أن يحفظ الإسلام والمسلمين. هذا عطاء عظيم، مرتبته أعظم. هذا العطاء، هذا الكرم، كثير من الكرامات التي ظهرت للإمام الجواد عليه السلام في ذلك الوقت، تصديه، حفظه للإسلام والكيان الإسلامي مع صغر عمره. بالتالي ظهرت هذه الصفة بوضوح، لذلك استحق الإمام عليه السلام أن يصفه وينبه الأمة الإسلامية والمسلمين إلى عظم مكانة منزلة الإمام. هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. اطلعوا إنما تقرؤون التاريخ في فترة الإمام الجواد، كم من الفرق المنحرفة حتى في داخل مذهب، كم من الفرق المنحرفة ظهرت في ذلك الوقت وكانت تشكل خطورة، كذلك كم من الانحراف الفكري والعقادي الذي طرح في الساحة الفكرية الإسلامية وفي الجانب الأخلاقي والتربوي. استطاع الإمام مع صغر عمره 8 سنين 9 سنين 10 سنين يتصدى ويحفظ الإسلام والكيان الإسلامي. لذلك وصف الإمام رضا عليه السلام أنه لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة من، إضافة إلى الكرامات الكثيرة التي لا يسع المجال لطرحها التي ظهرت من الإمام حتى لقب بأنه الجواد. ولا كل الأئمة يتصفون بهذه الصفة، ولكن ظهرت هذه الصفة بوضوح في الساحة الإسلامية، لذلك اشتهر ولقب الإمام عليه السلام بلقب الجواد. هنا يستحسن أيها الأخوة والأخوات أن نستنير ببعض ملامح المدرسة الأخلاقية والتربوية للإمام الجواد عليه السلام، ونأخذ بعضاً من أحاديثه الإصلاحية والتربوية والأخلاقية التي وجه بها الأمة الإسلامية ووجهنا للأخذ والعمل بها. منها أهمية تأثير البيئة والأجواء الاجتماعية في إصلاح الأخلاق. تفت إلى هذا الحديث للإمام الجواد عليه السلام: فساد الأخلاق بمعاشرة السفهاء، وصلاح الأخلاق بمنافسة العقلاء. شوف تعبير من الإمام دقيق. بالفساد ذكر المعاشرة، بالصلاح ما ذكر المعاشرة للعقلاء، ذكر المنافسة للعقلاء. ما الفرق بين التعبيرين؟ شنو المقصود من هذا الحديث؟ الإمام عليه السلام كأنه ينبهنا إلى أهمية توفير الأجواء والبيئة النظيفة والسليمة لكي نربي أنفسنا ونصلح أخلاقنا وأخلاق أبنائنا ومجتمعنا. البيئة والأجواء النظيفة والسليمة التي نحافظ فيها على طهارة نفوسنا ونقاء فطرتنا. والآن خل نبدأ إخواني نشوف شنو هي الأجواء. ينبه الإمام عليه السلام له أجواء تبتدئ بجو الأسرة، واحد، جو المدرسة، الجامعة، السوق، دائرة، ملعب، نادي، مقهى، في كل هذه الأماكن التي تحيط بالإنسان أجواء. الآن أضيفت أجواء جديدة وخطيرة وهي المحطات الإعلامية التي أصبحت تلازم الإنسان في كل هذه الأماكن.
التي نذكرها: محطات الإعلامية، هاتف النقال، وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الانترنت، وغير ذلك من هذه الوسائل الحديثة، تضيف بيئة وجوا اجتماعيا آخر خطيرا. إما أن يأخذ بيد الإنسان إلى الصلاح إن أحسن استخدامها وكان حذرا، وإن أساء استخدامها أدت به إلى الهاوية والهلاك. يعني يمكن أن نقول الإمام حينما يقول فساد الأخلاق بمعاشرة السفهاء، حينما نستخدم محطات إعلامية ووسائل تواصل مفسدة ونستخدم الهاتف النقال في وسائل تفسد الأخلاق، هذه معاشرة للسفهاء، لأن هذه الآلات جامدة، إنما هي تنقل ما يطرحه الآخرون. وإن أحسن استخدامها أمكن أن يؤدي ذلك لتطبيق صلاح الأخلاق بمنافسة العقلاء، حينما نجعل هذه الوسائل وسائل توصل إلينا أفكار وآراء العقلاء والمصلحين. لذلك الإمام ينبه إلى أنه أنت أيها المؤمن حاول أن تصنع من حولك بيئة وجوا صالحا. متى ما عاشرت السفهاء لا سمح الله في داخل الأسرة، داخل المدرسة، الجامعة، المقهى، النادي، الملعب، السوق، الدائرة، وهكذا بقيت هذه الأمور، فإن ذلك سيؤدي إلى فساد الأخلاق. طبعا إخواني لاحظوا هذه الأجواء ماذا تنقل لنا؟ تارة تنقل لنا آراء، أفكار، معتقدات، عادات، أخلاق، تقاليد، انطباعات، رؤى للآخرين، منها ما يتعلق بجانب فكري، عقائدي، أخلاقي، تربوي، طباع، عادات، تقاليد، وهكذا سير. كل هذه الأمور تمثل أجواء أن يمكن أن تكون سبباً لصلاح الإنسان أو سبباً لفساده، وكذلك المعاشرة مع الآخرين من الأصدقاء والزملاء. الإمام ينبهنا إلى أهمية دقة الاختيار لهؤلاء الذين نعاشرهم، خصوصاً للشباب في هذه الأعمار الصغيرة، حيث لا خبرة لهم ولا معرفة بما يضرهم وينفعهم أو يفسدهم أو يصلحهم. هؤلاء نحتاج إلى أن ندقق فيما يختارونه من هذه الأجواء التي ينبغي أن تكون سليمة تحافظ على طباعهم وفطرتهم. نعود الآن، لماذا قال منافسة العقلاء؟ شوفوا إخواني تعبير الإمام: فساد الأخلاق بمعاشرة، معاشرة المخالطة والاجتماع معها، بمعاشرة السفهاء، وصلاح الأخلاق بمنافسة العقلاء. يعني كأنه الإمام يريد منا أن نجعل أنفسنا في دائرة المنافسة والسباق حينما نعاشر العقلاء وأهل الصلاح. حينما نعاشر هؤلاء الذين فيهم الصلاح والتقوى والتدين والخير ويعلمون الأخلاق الحميدة، علينا أن نتسابق معهم حتى نستطيع أن نصلح أنفسنا. لا يكفي أن نستمع منهم ونأخذ منهم، لابد أن ننافسهم، نتسابق معهم حتى يمكن أن نتطور ونصلح أخلاقنا نحو الأفضل. علينا أن نتنافس ونتسابق معهم، مع هؤلاء العقلاء، حتى يمكن أن نصلح أنفسنا. لا يمكن أن نستمع فقط، لا يمكن أن نأخذ هذه المعلومات والأفكار والرؤى والصلاح بمجرد نظريات نأخذها، لابد أن نتنافس معهم. هذا أجواء السباق والتنافس الذي يوصلنا إلى الصلاح، مجرد الاستماع لا يكفي. لذلك قال الإمام عليه السلام في بيان خطورة الأجواء الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها الإنسان، سواء كانت بيئة أفكار أو رؤى وأخلاق وطباع وعادات وتقاليد، قال: فساد الأخلاق بمعاشرة السفهاء، وصلاح الأخلاق بمنافسة العقلاء. ثم مورد آخر من موارد التربية، يحذر الإمام من وسائل التلقي الشيطاني.
تفت إلى ما ورد إلينا من حديث الإمام عليه السلام حيث يقول: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. خلينا نشوف شنو معنى أصغى. لاحظوا إخواني، نحن تارة نستمع إلى الآخرين مع عدم الاهتمام والانتباه إلى كلامهم وخطابهم، وتارة نستمع إلى الآخرين مع الانتباه والاهتمام بما يلقونه إلينا. خطورة هنا. لذلك الإمام ما قال من استمع. الآن الإصغاء جعله الإمام عبادة مثل بقية العبادات، كيف ارتقى إلى هذا المقام؟ قال من أصغى، لم يقل لمن استمع. حينما نصغي إلى آخرين ونحن نعجب بهم يثيرون اهتمامنا وانتباهنا، كلامهم يعجب، ننجذب إليهم، نعيرهم الإصغاء والاهتمام، ونتلقى كلامهم وخطابهم بالقبول والإذعان والطاعة، ونلتزم بما يلقونه إلينا من آراء، أفكار، معتقدات، طباع، أخلاق، عادات. نعيرهم الاهتمام ونتلقى هذا الخطاب بالإعجاب والانجذاب إليه والخضوع والطاعة له. الخطورة هنا. الإمام عليه السلام ينبه، تفتوا إخواني إلى ما يريد أن يبينه الإمام عليه السلام. نحن ما هي الوسيلة التي نغذي بها عقولنا، إدراكنا، قلوبنا؟ شنو الوسيلة؟ سمع، وفي بعض الأحيان نقرأ، وهذا الذي نقرأه وكلام هذه الأمور المكتوبة هي وجود ثاني للألفاظ. القناة والطريق الذي يوصل الآراء والأفكار والأخلاق إلى قلوبنا، إلى عقولنا، إلى إدراكنا، السمع. الإمام يقول: هذه القناة اجعلها نظيفة سليمة، لا تلوث قلبك وعقلك وإدراكك بأمور شيطانية. يمكن أن يكون هذا السمع طريق يوصلك إلى الله، ويمكن بنفسك أن تجعل السمع طريقا يوصلك إلى الهلاك والنار. أحيانا الإنسان الذي يدعو هنا، شلون الآن؟ من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله، خطيب متكلم يدعو إلى عبادة الله تعالى، إلى توحيده، إلى الأخلاق الفاضل، يدعو إلى الخير، إلى العدالة، إلى المحبة، إلى التسامح، إلى التربية الصحيحة والسليمة، هذا ينطق عن الله. سمعك، إصغاؤك عبادة. لاحظ إخوان، ممكن الآن أن تجعلوا هذا السمع عبادة؟ نعم، مثل ما الصلاة والصوم عبادة، ما تأدي شيء، ما تأدي عمل. هذا الإصغاء، إن كنت تصغي إلى ناطق ومتكلم يتكلم بما يدعو إلى الخير والصلاح، هذا السمع اللي تسمع عبادة يسجل لك. وأحياناً التفت الإمام يقول، أحياناً المشكلة هنا في هذه الوسائل الحديثة التي لديها القابلية على جذب الكثير ممن يضللون بآراء باطلة، هنا المشكلة. هناك الكثير ممن يتكلم ويغلف آراءه الباطلة وأخلاق السيئة بأغلفة وأطر وكلام يعجب الآخرين ويجذبهم، وهو يدس إليهم السم وهم لا يشعرون. يغلف كلامه كأنه بكلام فيه عسل، وفي باطنه السم الذي يهلكهم. الإمام يقول انتبهوا، لا تأخذون كل ما تسمعونه بالتسليم والانقياد والقبول، دققوا في من تسمعون منه، فربما هذا الذي يتكلم وتصغون إليه باهتمام وانتباه وتتقبلون منه الآراء، هذا يتكلم عن لسان إبليس، هو لسان ثاني لإبليس وللشيطان. هذا الإصغاء والسمع، أنت بعدك ما عملت،
هذا الإصغاء والسمع الذي تسمعه عبادة لإبليس. لذلك هنا الإمام ماذا يبين لنا؟ يقول لا تستهينون بالسمع مالكم، هذا السمع طريق يوصل الآراء والأفكار والأخلاق إلى قلوبكم وعقولكم وإدراككم، وربما يكون ما فيه نافع لدنياكم وآخرتكم، فانتبهوا، نزهوا أسماعكم عما يلوث قلوبكم وعقولكم وإدراككم، انتبهوا، فربما هناك البعض يخدعكم، كلامه مضامينه شيطانية ولكنها يغلفها بأغلفة تنطلي على الكثير، كلامه فيه ضلال، فيه انحراف، فيه أخلاق سيئة، فيه شر، والآخر لا يعرفون بذلك، لهم القدرة هؤلاء على أن يخدعوا الآخرين، خصوصا الآن مع وجود هذه الوسائل الجذابة الموجودة في وسائل الإعلام. لذلك على الإنسان أن يكون نبها وحذرا لئلا يتحول إصغاؤه إلى عبادة لإبليس. لذلك قال الإمام عليه السلام، يعني يبين لنا أهمية هذه الحاسة في أن نجعلها طريقا يوصل إلى معرفة الحق والفضيلة والأخلاق السامية. قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس. واحد يقول أنا إذا أعرف هو الآن ينطق عن إبليس أنا متجنبه، نقول لا، الخطورة وين الآن؟ أن الكثير الكثير في هذه الأوقات استطاع أن يغلف كلامه الباطل بأغلفة وأطر تجذب الكثير، وهي غلفة الآن في مضمونها في جوهرها باطل وشر وفساد وانحراف، لكن يغلفها يغطرها بإطار يتصوره الآخرون صحيحا وحقا، وهو في واقعه باطل وفساد وانحراف. لذلك علينا أن ندقق في من نأخذ ونسمع منه، ونسأل من هذا المتكلم، نسأل أهل العقل، أهل الصلاح، أهل المعرفة، من هذا الذي يتكلم، من هذا الذي نأخذ منه أفكارنا ومعتقداتنا وأخلاقنا ومواقفنا. إذا كان من أهل الصلاح نسأل، أكو البعض لديهم قدرة يكشف حقيقة البعض ممن يتكلم ونعجب به وننجذب إليه، يكشف لنا حقيقته، هذا ننتبه إليه. لذلك الإمام عليه السلام يقول انتبهوا، ربما بعض الناطقين الذين تصغون وتنتبهون وتعيرون اهتماماتكم لما يتكلمون به هم في حقيقتهم ينطقون عن إبليس، هم لسان ثاني يعبر عن الشيطان، حينئذ ستكونون من عبدة الشيطان. لذلك انتبهوا في هذه الحواس وأهمية استعمالها بما فيه الصلاح. يقول الإمام عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، وإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. فقط أختم بهذه التوصية المهمة. الإمام عليه السلام يؤكد على أهمية النشاط الخيري الاجتماعي وخدمة الناس في هذا الحديث: ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت عليه مؤونة الناس، فمن لم يحتمل تلك المؤونة فقد عرض النعمة إلى الزوال. كثير منا الله تعالى عليه نعمة المال، نعمة الجاه، نعمة المنصب، نعمة القدرة على التأثير في الآخرين، والناس يقصدونه كوسيلة لقضاء حوائجهم وخدمتهم ومساعدتهم وإعانتهم. الإمام يقول انتبه، هذه النعمة من الله مو منك، تريد أن تحافظ عليها، تحافظ على منصبك، تحافظ على موقعك الاجتماعي، تحافظ على منزلتك، تحافظ على مالك، تحافظ على امتيازاتك الاجتماعية، هذه النعمة من الله لها استحقاق ولها ضريبة، تعطيها الاستحقاق الله تعالى يقول لك حافظ على هذه النعمة لديك، ما تعطيها ما تتحمل، بعض ما يتحمل يقول هذه النعمة أنا مني
هذه أنا شاطر، أنا ذكي، أنا لدي القدرة. هكذا يتصور. البعض يستثقل خدمة الآخرين، أناني، يريد هذه النعمة لنفسه، لا يريد أن يشرك الآخرين. يقول الله تعالى انتظر، هذه النعمة ستزول منك. لذلك الإمام عليه السلام ينبهنا إلى مبدأ من المبادئ المهمة في الحفاظ على هذه النعم التي منحها الله تعالى للبعض من الناس ليختبرهم هل يؤدون استحقاق هذه النعمة التي مصدرها الله. فقال عليه السلام: ما عظمت نعمة على عبد إلا عظمت عليه مؤونة الناس. شنو مؤونة الناس؟ ما المقصود؟ خدمة الناس، عانتهم، مساعدتهم، قضاء حوائجهم، إلا عظمت. يعظم مكانتك تعظم عليك خدمة الناس وقضاء حوائج، إلا عظمت عليه مؤونة الناس. فمن لم يحتمل تلك المؤونة فقد عرض النعمة إلى الزوال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستنارة بمنهج أئمتنا عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والعمل بها. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.